فيكم، معاكم فرح الحميضي، واليوم باخذكم معاي حق طرق وايد سهله ممكن تجملون بيوتكم وتجهزونها لشهر رمضان الفضيل. اغلبكم يحب يقعد في خيام او مناطق مخصصه للحلو بعد الفطور. هني مرتبت لكم مثل قعده ارضيه ممكن تكون خارجيه وزينتها باكسسوارات مختلفه كلها موجودة بيوسك. اخترت بعض الاكسسوارات انها تكون طاغي عليها اللون الاسود مثل المخاد، الترولي والفوانيس السوداء اللي متوفرة في يوسك بمقاسات واشكال مختلفة، ودائما نحبها ونفضلها، وطريقة جدا جميلة ان نستخدمها في شهر رمضان تغير علينا مزاج ومود البيت كله سواء بالشكل او بالاضاءة. راح تشوفون الحين معاي بعض الاشياء اللي اضفتها من يوسك ضافت علينا هذه التغييرات البسيطة. أولها المخاد الجميلة اللي ممكن تكون فضية أو سودة حسب الألوان المستخدمة من المساحة. بعض القطع اللي حطيتها بالزوايا اللي ممكن تكون حاملة للثلج والعصائر أو هم ممكن تكون في نفس الوقت للنباتات أو البلانت بوتس. شغلة ثانية بعد استخدمتها عندنا المعلقات اللي انحطت على بعض الزوايا، نزلنا منها إضاءات الزينة، وفي يوسك عندهم أكثر من نوع من إضاءات الزينة وجدا جميلة وأسعارها معقولة، وراح تضيف تغيير كامل لزوايا البيت سواء مداخل جلسات أو حتى في الخيام الرمضانية اللي نحب نقعد فيها. الترولي وايد حبيتها، عندهم ترولي مودرن حديثة لونها أسود بسيطة ودائما مفيدة لليمعات حيث نقدر نشيلها ونردها وقت ما نبي، وهم ممكن تكون مساحة إضافية للتخزين سواء لصحوننا أو لإكسسواراتنا وحلويات رمضان. وبالأخير أحب أنوه أن في تشكيلة كبيرة من علب التخزين والسلال اللي ممكن تستخدم في مناطق التخزين، وفي بعض منها جميل وشكله وايد حلو ممكن يستخدم في صالاتنا ومساحاتنا المعيشية، ممكن نحط فيها ثروز ومخاد عند الحاجة. ودائما حلو أن يكون عندنا عدد معين من البفات نقدر نخزنها ونطلعها في الوقت اللي نحتاجه لما يزيد ضيوفنا وتكون قعدات زيادة. شوفوا معاي بعض تفاصيل هذه الخيمة وأتمنى تعجبكم.